رفعت أيادي البرلمانيين للموافقة على انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية وسط تحذيرات من الآثار السلبية التي ستلحق بالاقتصاد والعمالة اليمنية، في حين يؤكد آخرون أنه لا يمكن الاعتماد على الخارج دون حث أبناء الوطن على العمل والاعتماد على أنفسهم، وذلك بالتأهيل والتدريب للكادر اليمني كي لا يكون ضحية انفتاح للعمالة الأجنبية. أنا أقول لا يهور الموضوع لأن القضية ستخسر ولن ستربح، وأن مؤتمر المانحين في لندن سيضيع. إحنا مؤتمر المانحين من لندن والرياض ما نيرك والله ما واحد دا ماشي. علينا إن شدوا حسين ما توقع مسلم ولا نكون نكذب على الناس ونرتينهم إنه مؤتمر المانحين هذا شخلي لنا القرة المعهودة. والله ما تقول ماشي لا من مؤتمر لندن في 2006 ولا من مؤتمر لندن الذي سيأتي غدا ولا من مؤتمر الرياض ولا من مؤتمر نيويورك. الوحيد المملكة العربية السعودية في مؤتمر لندن اللي وفت حاجة مليار دولار. أما البقية كذبوا علينا وعطونا أحلام وردية ولا إحنا جمهور وإحنا إحنا أغبياء نتابع الأحلام الوردية ثلاثة مؤتمرات بعد الفشل الأول. يرى البعض أن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية قد يفقدها 70 مليارا كانت تورد إلى الخزينة العامة من قطاع الاتصالات، كما أن هناك مخاوف لتسريح أكثر من 12,000 موظف في هذا القطاع، ما دفع بعض الأعضاء إلى المطالبة بمنح اليمن مهلة 5 أعوام لإصلاح أوضاع القطاع كما ينص عليه بروتوكول الانضمام. يبدو لي أنها أعجز من أن تكون صاحبة مشروع للقادم في هذه الفترة، وبالتالي نشعر أنها من الضروري أن تلقى في الحد الأدنى إلى كثير من الخبرات الموجودة في واقعنا أو من التجارب السابقة، يعني على الأقل تبقى الحياة. اليوم الحياة تشعر كأنها واقفة لأنه يعني مثل هذا النوع من اللامبالاة. أنا طرحت أكثر مرة قضية مصفاة عدن وتأهيلها، ولكن وزير المالية إذن من طين وإذن من عجين. يعني تصور أنت منشأة حيوية اقتصادية بوابة لاقتصاد اليمن، يعني يقول أنه أحدثها لمن بهذه الطريقة، وكأننا يعني في هذه المصفاة في خارج الكون نعيش وهي اليمن. تقرير لجنة التربية والتعليم المرفوع من اللجنة المشتركة من البرلمان والحكومة المكلفة بالنزول إلى محافظة سقطرى للإطلاع على الأوضاع هناك وما تحتاجه المحافظة في كافة المجالات المؤهلة لها، الذي دعا النواب الحكومة إلى الاستفادة من الطبيعة الخلابة التي تتمتع بها المحافظة وتأهيل ميناءها البحري والجوي. هناك دول تقوم على بعض المواقع السياحية لإيراداتها وموازناتها، ونحن لدينا سقوطها. وقد تابعنا بعض البرامج الإعلامية في كثير من القنوات أن هذه المنطقة منطقة لا مثيل لها، ولهذا أنا أتمنى أيضا أن يكون موجود أيضا وزير السياحة وأن تستثنى هذه المحافظة في هذا العام والعام القادم ولمدة معينة في موازنات. الحكومة والبرلمان وجهان لا يمكن الاستغناء عنهما في بلدان العالم عدا اليمن التي يلحظ الجميع عدم الانسجام والتوافق بينهما، كون توصيات البرلمان لا يوجد لها أي استجابة وتنفيذ من الحكومة. يحيى الهادي، اليمن اليوم.